الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير معنى ما يسمى extrapolate or extrapolation. الاسم هنا الفعل، هنا الاسم interpolation. extrapolate هو التنبؤ، أو أنني أستخدم الصيغة الرياضياتية التي سأتحدث الآن للتنبؤ بقيم مستقبلية. interpolate هي أن أتنبأ بين قيمتين داخليتين. على سبيل المثال دعني أوضح. لنفترض أن الآن أنا في عند هذه الخانات، لنفترض يعني على سبيل المثال عملت لها كوبي الآن ووضعتها هنا على سبيل المثال، وعملت V اللي هي يعني نسخ، ثم هاي القيم هنا cleared يعني ليس هناك قيمة بين الواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأربعة وأربعة وسبعة. فهنا الانتربوليشن بين هذه القيمة، يعني بين هذه القيمة وهذه القيمة، بين هذه القيمة وهذه القيمة، أو بين هاتين القيمتين وهاتين القيمتين، أو هاتين القيمتين وهاتين القيمتين. لن أتحدث عن الانتربوليشن بالمعنى هذا الآن، سأتحدث عن extrapolation وهو استخدام هذه القيم كلها للتنبؤ بفترات لاحقة. دعني الآن أمسح هذه القيم لحد يعني حبيت أني بس أبين الفرق بين extrapolate اللي هو بالخارج، interpolate بالداخل. هنا بالداخل لن أتحدث عنه، في مقطع لاحق إن شاء الله أقدمه بإذن الله تعالى. الآن الاكستربوليشن التنبؤ اللي هو forecast يعني معنى آخر. هناك الآن دعني أبين ذلك على شكل رسم بياني. افرض الآن لدينا الفترة والقيمة، فترة تمتد من الفترة الأولى وحتى الفترة نهاية الفترة العشرين، ولدينا القيم التالية، لاحظوا لي 5 4 6 4 7 وهكذا إلى أن ننتهي من 28. لكن في بعض القيم تتذبذب، يعني الآن 5 4 6 4 7 9 10 11 وهكذا، ثم عدنا إلى 9 وهكذا. فالآن أريد أن أرسم هذه القيم هنا، أستطيع أن أظلل هذه القيم مع الأسماء وأذهب إلى Command Insert هنا، وأذهب إلى هنا أختار النقاط هذه. الآن لاحظوا لي هنا، دعني الآن يعني أمسح هذه هنا بعد إذنكم، Clear Out الآن راحت. فهاي الآن لدينا الحرية هنا أفضل. هذه الآن عند الفترات من أستطيع أن أغيرها هنا، يعني بدأ من صفر هو، فخليني أغير بعد إذنكم هنا وأضع الآن الأكسس أو تريند لاين مثلا مور أوبشنز، وهنا الآن أضع أو بالأحرى لا بلاش، خليني وضع التريند لاين على كل حال هو، خليني أمسحها من أول بالكامل ثم أعيد اللي شرحته لأنه مهم جدا تعرفوا بعد إذنكم. الآن هذه القيم من 1 إلى 20 ثم من 5 إلى 28، أذهب إلى Insert وأضعها على شكل نقاط، وهنا هذه القيم. الآن أستطيع أن أستخدم الكوماند هنا، لاحظوا لي عن البلس ساين هذه إشارة الزائد، وأختار أن أستحدث فوق هذه القيم Trend Line أو متجه. فالآن لاحظوا لي هنا عندي الأوبشن، في عندي إما Exponential أو خط مستقيم، لاحظوا لي أستطيع أن أختار هذه على سبيل المثال، أو خط مستقيم. لاحظوا لي كيف الآن الشكل المنحنى يتغير، عندما اخترت Exponential لاحظوا لي هو يعني تقريبا أسي، إذا اخترت الخط المستقيم فبكون كذلك الأمر إلى حد ما يعني قد قاربت الواقع. ممكن يكون Logarithmic لكن كثير بعيد القيم عن بعضها البعض هنا، ممكن Polynomial اللي هو على شكل يعني x to the power يعني أو بمعناها، لكن أنا سأختار الآن linear trend، ثم أذهب الآن إلى أن أضع الآن هنا بعد إذنكم لاحظوا لي هنا المقصود هنا، خليني أكبرها شوية هنا، لاحظوا لي display الإكويجن هنا، القيمة هذه عفوا الرسم البياني بيمثل لي علاقة بين الفترات الزمنية على المحور الأفقي والقيمة على المحور العمودي. فإذا أستطيع أن أضع الآن معادلة الخط المستقيم هذا الذي سأستخدمه في الإكستربوليشن أو التنبؤ ديسبلاي، فوضع لي إياها هنا،
وأكبرها كبر حتى تكون واضحة أن ظللت كل هذه. كذلك الأمر الآن أستطيع أني أذهب إلى Trend Light ثاني مرة وأذهب إلى More Option وكذلك أضع قيمة الـ R Square اللي هو معامل التحديد. هاي الآن الـ R Square وضع لي إياها هنا، أستطيع أن آتي بها هنا. لاحظوا كيف الآن هذه المعادلة، هاي الـ R Square أستطيع أن أكبره بالمقدار السابق يعني كذا هكذا. ربما أني أعمله يعني تايم نيو تايم روما حتى يكون واضح، وممكن أني أخلي هذا ليس إيتالك حتى يبين الار سكوير. إذن 92.93%، وهذه الآن المعادلة. بقدر أقدر أكبر هذه الواي وهذه الأكس أستطيع أن أكبرها حتى تكون واضحة. إذن الآن أحبتي لاحظوا لي أنه معادلة الخط المستقيم اللي يمر بين هذه النقاط كلها بشكل عشوائي هي عبارة عن هذا نقطة التقاطع 0.7526 زائد السلوب اللي هو ميل 1.2188 من أكس. الآن خليني أستخدم يعني إذا ظللت كلها واستخدمت تايم نيو روما بيكون من يعني المعادلة جميلة هكذا. مائل وبولد وهذه مائل وبولد. أوكي، هذه المعادلة. أستطيع الآن أني أستخدم أمر بالإكسل، هذه القيم طبعا كما تلاحظون أمر بالإكسل. إذا ضغطت على الصورة هنا وبترجع لي إشارة الزائد هاي، وأرجع إلى تريند لاين وأذهب more options هنا وأعمل forecast. على سبيل المثال الآن لدينا معلومات لحد الفترة رقم 20، هنا آخر قيمة هنا لاحظوا لي 20 مقابل 28. فأريد أني أعمل forecast forward، في عندي forecast backward أني يعني بقدر أتنبأ بأثر رجعي، لكن هنا الأفضل أنه آخر قيمة واحد وبالتالي لا أستطيع أن أتنبأ بالأشياء اللي تحت الواحد صحيح. لكن هنا أستطيع أني أغير هذه وأضع على سبيل المثال بدي لحد 25، إلى 5 إلى الأمام، أضغط إنتر. الآن لاحظوا لي أعطاني هذه القيمة مقابل 25 تقريبا القيمة المتوقعة. لاحظوا لي هنا هذه 25 اللي هي الفترة 25 مقابل هذه القيمة هنا فوق 30. كيف أستطيع أن أتنبأ فيها؟ الآن آتي على هذه المعادلة، أوكي المعادلة هذه، وأضع هنا الآن تساوي إشارة التساوي اللي هي الآن فاصلة فاصلة الآن يعني 0.7526 زائد السلوب اللي هو 1.2188 مضروب بماذا؟ مضروب هذه مضروبة بقيمة الفترة الزمنية. أضغط إنتر بطلع عندي هذه القيمة المتنبأ بها هنا، المتنبأ بها أو التنبؤ، دعنا نطلق عليه التنبؤ. هذا التنبؤ أضع أستطيع أن أضعه هنا وأكبر حجم حتى يغدو متناسب مع القيم هنا. إذن هذه كذلك الأمر أضعها في المنتصف، وهذا المربع الصغير الأخضر لاحظوا أستطيع إذا ظهرت إشارة الزائد هاي إذا ضغط مرتين بعطيني التنبؤ لآخر القيم، هذه القيم. إذن القيم المتنبأ بها لحد 25 قريبة جدا جدا. فالآن لاحظوا لي أستطيع من هنا الآن أن أستخدم هذه المعادلة وهي بتساوي لنفرض بالله هنا يعني لاحظوا لي هين لا عفوا هاي 20 لكن بظل الاثنين وبسحبها للأخير ل 25 على سبيل المثال. إذا أعطاني أو 26 حتى 25 هنا يعني الخامس 26 لكن هي 25، وآتي إلى هنا وتساوي بالحالة هاي 0.75626 بالعربي كأني بكتب رد غيرتها إلى اللغة الإنجليزية يساوي 0.7526 زائد
1.2188 ضرب ماذا؟ ضرب 25 هذه. أضغط أنت بطلع عندي 31.5. الآن أستطيع أني أتنبأ هنا إلى الأعلى فيها، تطلع كل القيم، لاحظوا لي 26 27 28 30 31، وبالتالي هذه القيمة هنا مقابل الفترة 25 تساوي 31.26 على الأقل، يعني بواسط هذا الخط المستقيم. لو استخدمنا صيغة لوغاريتمية أو بولينوميال أخرى ربما تعطينا نتائج يعني تختلف الشيء البسيط، لكن هذا بعطيني دقة الخط المستقيم بالتنبؤ لأنه الار سكوير عالي جدا هنا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة المرجوة لكم جميعا أحبتي، وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.